في قضية ممكن تكون بتهم الناس وممكن تكون بتهم المتخصصين في مجال الإعلام، ودايما كان السؤال هو الشكل أهم ولا المضمون، وهل يجب الجمع بين الشكل والمضمون أفضل ولا لا؟ ده ليه السيدة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون منعت ظهور 8 مذيعات لمدة شهر لحين خضوعهن لنظام غذائي لإنقاص الوزن. هنا طبعا احنا بنتكلم مع زميلات وبعضهن له يعني لهن مكانة كبيرة في التلفزيون منذ عدة سنوات وحققنا نجاحا كبيرا. بعض الناس ممكن يقولوا والله رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عندها حق، هي من حقها انها تشوف شكل الشاشة وتشوف انه الشاشة لابد انها تكون فيها الجمع ما بين الشكل والمضمون، وبعض المذيعات وصلت البدانة بهن إلى حد يعني يمكن أنه يصيب المشاهد بالإنزعاج أو ممكن أنه يؤدي إلى نفور المشاهد، لكن كمان في المقابل في حد تاني ممكن يقول لا أنا عندي المضمون أهم، ومسألة البدانة مسألة نسبية يعني. طب هي المسألة بتخضع لوجهات نظر مختلفة. من بين المذيعات والإعلاميات اللي شملهن هذا القرار المذيعة خديجة خطاب. أستاذة خديجة أهلا بيكي. أهلا يا أستاذ وائل، مساء الخير. مساء الخير. أنا شايفك منزعجة جدا وبتدلي بتصريحات غاضبة، وأنا عايز بس قبل ما تتكلمي يا جماعة يعني خديجة من المذيعات المثقفات اللي حتى يعني حققنا نجاحا مبكرا منذ عدة سنوات، وعشان كده انا قلت يعني ان احنا ناخدها كنموذج. استاذة خديجة انا شايفك تعاملتي بانزعاج شديد مع قرار السيدة صفاء حجازي، ليه؟ الحقيقة أنا ما تعاملتش بانفعال شديد مع قرار الزميلة صفاء حجازي، لأنه أصلا أنا لم يصلني هذا القرار. اللي حصل انه في توجيهات عامة، ودي حاجة دورية وطبيعية بانقاص الوزن، وانه وإلا في خلال شهر هيبقى في اجراءات اخرى. انا لم اوقف عن عملي، انا عملي مستمر على شاشة القناة الثانية، برنامجين، برنامج اطلالة يوم الجمعة في 9 مساء، وبرنامج الليل موعدنا يوميا على شاشة القناة الثانية. فأنا الحقيقة يعني أنا منزعجة جدا مما يثار من أخبار فيها مبالغة شديدة جدا. لا بس هي بعضها على لسانك أنت، يعني الاحتجاج كله جاء على لسانك في 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 أكثر من مكان. الحقيقة أنا وضحت كثيرا لصحف كلهم بيتصلوا بي، أنا مش عارفة ليه ما بيتصلوش بزميلات أخريات، ولكن أنا عشان أنت حطيتي مشاهد ليكي يعني هنحاول نجيبها، وقلتي إيه أنا بقول للناس احكموا أنتم، مش ده الكلام. الحقيقة سياقه مختلف تماما. أنا قلت أنا في إطار ما أقدمه على الشاشة من برامج ثقافية وفي إطار هذه المرحلة من عملي الإعلامي، أنا شكلي سيدة مصرية عادية ليس شكلا منفرا على الإطلاق. إذا كان شكلي منفر ما كنتش أطلع يوم الجمعة في فترة سهرة في برنامج إطلالة، وده معاد ممتاز، وانه مش ممكن ابدا يكون شكلي منفر. الصوره اللي بتتعرض دي على فكره قديمه، لكن انا عايزه اقول ان انا بالفعل خفضت وزني نتيجه لظروف صحيه، وانه ما حدش اوقفني عن العمل. طيب طبعا علشان الكلام انا بشوف طبعا انت كان في تصريحات خلال الساعات القليله الماضيه، بس عموما اللي يهمني طيب هنا أستاذة خديجة ممكن ما ناخدش القضية بانزعاج، ممكن أقول إن يعني مسألة الناس ممكن تحس شوية إنه أصل الوزن زاد شوية، أصل ممكن، وأنت عارفة إنه الكاميرا بتتخن بطبعات، ممكن يقولوا إنه إيه يعني لما أخد المسألة بتقبل يعني أتقبلها وأعمل إذا كان في البعض شايف إنه في زيادة في الوزن في البدانة، طب لما أخفف ده شوية يعني.
كان ممكن البعض ياخدها بهذا الشكل، بس انتوا خدتوها بشكل غاضب شوية وعاصف. لا اطلاقا انا ما كتبتهاش بشكل غاضب، انا قلت انه انا بقدم نوعيه من البرامج، انا مش موديل، انا مذيعه برامج ثقافيه، ليا تاريخ وليا رصيد على الشاشه، وبالتالي نشر هذه الاخبار بكلمات غير لائقه في حق المذيعات المصريه، بدا تداولها على المجلات العربيه والعالميه بشكل يسيء الى المذيعه المصريه، هذا يعني هذه الاهانه ليست مقبوله على الاطلاق. طبعا، ومحاولة استغلال القضية للتهكم على البعض، يعني مفيش حد ملاك في الشكل، يعني ما كل الناس عندها ما يميزها وعندها أيضا ما ينتقص منها وما يعيبها. يعني بالتأكيد بالتأكيد. فأنتوا شوية استأتوا من بعض العناوين اللي فيها تهكم وفيها استهزاء. بالتأكيد، وبعدين ابتدت المسائل تاخد أبعاد يعني شديدة، وابتدى يبقى فيه تهكم، وابتدى يبقى فيه سخرية، وابتدى يعني يصور الموضوع على أنه إيقاف عن العمل، وأنه إبعاد عن الشاشة، وأنه طرد من التلفزيون، وده طبعا أمر لا يقبله أحد، ولا صفاء حجازي ولا رئيس تلفزيون ولا أي حد في الدنيا. طيب، انت في التلفزيون كلموك ووضحوا لك الموقف ايه، هيبقى ايه بالظبط؟ لا يعني انا عارفه انه برامجي بتذاع في مواعيدها، وانه انا عندي تسجيل قادم لتسجيل حلقات قادمه، مفيش اي حاجه خالص، دي اخر صوره طبعا في الحلقه الاخيره، وما عنديش اي معلومات اكتر منها. طيب، بتقولي انه المسألة شهر لإنقاص الوزن، هل ده يعني هتخضعه ليه جميعا؟ يعني انت بتتقبليه؟ هل كل المذيعات تتقبلنا ذلك؟ انت بتقولي ان القرار هو شهر لإنقاص الوزن لمن زاد وزنه. والله انا بتقبل اي قرار يراه التلفزيون لصالحه، شرط انه ما يكونش فيه إهانة، ويكون يعني في إطار القانون، لأنه ابتدت منظمات حقوقية للمرأة أصدرت بيانا بإدانة هذا القرار إن كان قد صدر من السيدة صفاء حجازي، وأنه في أعضاء في مجلس الشعب هيقدموا استجواب، والموضوع خد حجم كبير قوي أكتر من حجمه، ده كان يجب أن يكون في الإطار الداخلي فقط، ويعني والحقائق تذكر، وكل مذيع ياخد او مذيعه تاخد مكانها اللائق بيها في مواقع قياديه كثيره جدا شاغره في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، لم يشغلها احد، ونحن كفاءات، ونحن نحب التلفزيون وقضينا عمرنا فيه، وبالتالي يمكن ان نكون في اماكن قياديه تخفف من وقع هذه القرارات ان كانت موجوده بالفعل. طيب، يعني استاذه خديجه، انا طبعا بناقش الموضوع، انا اكدت على يعني انت كمان يعني اشتغلتي في البرامج الثقافيه، مذيعه مثقفه يعني، وبالتالي هنا التعامل مع هذه الـ الامور ممكن انه ياخد الشكل. من حق التلفزيون انه يحافظ على الجمع بين الشكل والمضمون، ومن حق ايضا المذيعه انها تدافع عن نفسها. بس انا سؤال اخير، بتشوفي ان الجمع، لانك انت عملتي زي ما بقول، انت اللي قلتي حتى انا هقول للناس احكموا، وطلعتي بعض الحلقات التلفزيونيه ليكي، يعني ايه اللي دفعك تاخدي هذه الخطوه، يعني ان انت تقولي للناس احكموا انتم؟ انا صورتي جنب صوره حضرتك موجوده، لو انا شكلي غير لائق بشكل منفر على الشاشه يستدعي وجود هذه القرارات إن وجدت، فأعتقد أنه أنا سيدة مصرية عادية شكلي عادي، لا أبالغ في الزينة ولا في المكياج، أنا رسالتي ثقافية، لي تاريخ، يعني شكلي غير منفر بالمرة من وجهة نظر، إذا كان شكلي منفر بالنسبة للتلفزيون فأنا مستعدة جدا، إذا كانت دي مصلحة التلفزيون، أن أنا أتخلى عن الشاشة خالص. طيب، عموما انت اوضحتي، وزي ما بؤكد دائما القضية ممكن تكون يعني يهتم بيها جدا العاملون في الاعلام، لكن كمان المشاهد والمتلقي يهتم بيها، ودايما كان بيبقى السؤال هو الشكل اهم ولا المضمون، وبعدين ما الشكل ده مسألة
نسبية، بالإضافة كمان إلى أنه لا المضمون أهم، والمذيعات التي تأذينا من هذا الكلام ومن هذا اللغط، لأن الأسماء طبعا لما يتم تناولها على اعتبار العناوين بقى المذيعات البدينات، ويتم استخدام بعض العناوين اللي فيها، لأن الناس ممكن تزيد شوية وتخس تاني شوية، مش مشكلة، ومن حق أي شاشة إنها تنظم ده، ومن حق المذيعة أيضا إنها تدافع عن المضمون اللي بتقدمه. أستاذة خديجة، أنا سألولي النهاردة بس سألولي إيه مواصفات المذيع الناجح، فالحقيقة أنا قلت أن مواصفات المذيعة الناجحة هي أن تكون محبوبة لدى الجمهور، لها رصيد، إذا زادت أو قلت أو كبرت أو عجزت هيكون لها رصيد من الناس بتحبها وتحترمها. ده مواصفات المذيعة الناجحة طبعا. وإحنا عندنا يعني أوبرا وينفري نموذجا، يعني لو طبقتي يعني بعد كده، لو خدها بمقاييس يعني المضمون ينتصر، النجاح المستمر بينتصر، التأثير أهم من النجاح، التأثير إنها تؤثر في المجتمع إزاي يعني. وبالتالي أنا معاكي، نهتم بالعلاقة بين المذيع على الشاشة والمتلقي والجمهور، نهتم بالمضمون، بس كمان من حق المسؤولين عن الشاشة إنهم يهتموا بالجمع بين الشكل والمضمون، ولو عندهم تحفظات ملاحظات ما فيش حد فوق الملاحظات يا أستاذة خديجة. يعني فوق الملاحظات، كلنا بنحب الشاشة وبنحب التلفزيون اللي احنا عملنا فيه سنوات عمرنا كله، لكن كمان ما يبقاش فيه تجني وما يبقاش فيه تشويه ولا تشهير ولا إهانة للمذيعة المصرية، لا أحد يقبل ذلك. عندك حق في ده، وأنا بعطيك حقك إنك حققتي نجاحاً في البرامج الثقافية منذ عدة سنوات. الإعلامية والمذيعة خديجة خطاب، ألف شكر.